مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه مباشره من صفحه التكمله العربيه، معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهري. بهذه الجلسه، وطبعا بجلسه اذا بدكم غير اعتياديه، راح تكون عم نحلل فيها معظم الرسوم البيانيه، وراح نستخرج اليوم فرص استثمار اكثر من رائعه. الي اذا بدكم فتره يعني من الزمن ننتظر بعض الفرص الاستثمار، وكنا منتظرين بعض التحركات وبعض السيناريوهات المفترضه على الرسوم البيانيه كرمال لتاخذ مجراها قبل ما نرجع ندخل ونتمركز بسوق الفوركس او باسواق المال بشكل عام. بهذه الجلسه طبعا رح نكون عم اذا بدكم ندخل ببعض فرص الاستثمار لايف سيشن، خلينا نسميها او تريدنج سيشن، اللي هي رح نختار فيها معظم العملات الرئيسيه والازواج الرئيسيه لنقدر نحدد اتجاهات وسيناريوهات المفترضة للجلسات القادمة. في البداية بدي أحذركم من المخاطر، وممكن طبعا الخسائر تتجاوز رأس مال المستثمر، وبهذه الحالة بدكم تنتبهوا كثير من التقلبات والفولاتيلتي اللي ممكن تواجهوها بسوق الفوركس. هذه الجلسات هي طبعا جلسات تعليمية، يعني منا إذا بدكم جلسات لإعطاء بعض مراكز الاستثمار، ومنا لإعطاء بعض إذا بدكم السيجنلز، وإنما فقط عم نقوم بتحاليل تقنية، تحاليل أساسية اقتصادية بشكل يومي، مثل كأنه عم نفكر بصوت عالي نحن وياكم ومشاهدينا طبعا بشكل يومي، كرمال نشوف ونحدد إذا بدكم آراء الأشخاص للرسوم البيانية. طبعا لكل الأشخاص اللي عندهم بعض إذا بدكم السيناريوهات المختلفة عن السيناريوهات اللي نحن عم نقوم فيها، بتمنى منكم ترجعوا أيضا تكتبوا بالكومنتس كرمال ناخذها بعين الاعتبار. ممكن طبعا يعني أنا أكون غلطان بالتحليل تبعي، ممكن يعني بشكل أو آخر نتشاور كلنا سوا على السيناريوهات المفترضة لنستفيد كلنا سوا. في هذه الجلسة خلينا نبتدي بزوج اليورو دولار. كنا وصلنا لمستويات مهمة جدا، وابتدينا بالارتداد وسجلنا شمعة انعكاسية وكانت أكثر من رائعة على العملة الأوروبية الموحدة. وبكل بساطة من آخر قاع لآخر قمة تم تثبيت مستويات الـ 88.2%، اللي هي تعتبر مناطق أكثر من مهمة على العملة الأوروبية الموحدة. هذه المنطقة اللي تم ملامستها اللي هي الـ 88.2%، هذه المنطقة اللي قلت لكم هي خط فاصل بين السيناريو السلبي وايضا السيناريو الايجابي. فبكل بساطه طالما نحن بعدنا محافظين على هذه المستويات، نتوقع تكمله اتجاه الصاعد على المدى الوسط للقصير. بنكون انهينا اول موجه شبه ضخمه، اذا بتكون اول موجه، ثاني موجه انتهت على هذه المستويات، ونتوقع ارتفاع اقله. هلا الاهداف عنا هي 61.8% ومن ثم ال 50% وايضا ال 38%. طبعا اختراق هذه المستويات والمناطق رح نتوقع نرجع تكمله اتجاه الصعد وتعزيز مراكز الشراء لملامسه مستوى ال 115 عن جديد. طبعا هلا ما في شك انه نحن اذا بدنا نفكر على المدى الطويل لونج تيرم بوزيشن، بعدنا بضغط سلبي طالما نحن عم نتداول تحت مستوى ال 115 70. يعني هذه المنطقة بالذات إذا بتكون من مستوى تقريبا 115 70 لمنطقة خلينا نقول تقريبا ال 112 خلينا نقول 06 او 111 90، هذه المنطقه اللي عم نتداول نحن بكربها طبعا هي المنطقه اللي هي تعتبر خلينا نقول جراي اريا، جرايش اريا اللي هي ما عندي اي اذا بدكم سيناريوهات مفترضه، او ممكن تكون خلينا نقول مرحله افقيه بامتياز على العمله الاوروبيه الموحده. ولكن هذه المستويات اللي تداولنا وتلمسنا معي اللي هي مستوى ال 112.06، طبعا هذا المستوى ارتدينا منه بشكل اذا بدكم اكثر من مره على العمله الاوروبيه الموحده، فكان من الواضح انه هلا مع هذه الاشاره الانعكاسيه اللي شاهدناها على اليورو دولار نبتدي بالارتفاع. من وين نقطه دخولنا؟ وين نقطه الشراء؟ وين فرصه دخولنا لشراء اليورو دولار؟ على رسم بين اليوم هذه الشمعه الخضراء هي نمط احتوائي اللي هي تلقب بالانجلفينج باترن، سجلت مستوى وطبعا قيعان اوطى من الشمعه اللي قبلها، اغلقت فوق افتتاحها. بكل بساطة هذه إشارة إيجابية باستعمال فيبوناتشي من آخر قاع لآخر قمة. طبعا من صغر التايم فريم، لاحظتوا كيف كنت على رسم بيان اليومي صغرت التايم فريم إلى رسم بيان الأربع ساعات كرمال لحدد هذا الاتجاه بشكل أداء ونقطة دخولي بشكل أداء. مستوى ال 61.8% لمستويات ال 76.4% هي مستويات مهمة جدا لدخول لمراكز شراء. أتوقع هذا الانخفاض يكون عندي قرب مستوى ال 61.8%، بمجرد ما حددت هذا الرقم انا 112.89 رح الغي الفيبوناتشي لتكون الامور اوضح، رح نلغي الفيبوناتشي اللي هي طبعا على المدى الطويل ايضا، اوكي؟
كرمال لا خفف اذا بدكم الهوريزونتال لاينز، طلع لي مستوى ال 61.8 باستعمال فيبوناتشي مستوى ال 112.89، يعني اتوقع تكمله اتجاه الهابط لتثبيت هذا القاعي اللي هو مستوى ال 112.89. واذا بتلاحظوا هو بالضبط عم يرجع يتلامس مع قمه الشمعه اللي هي على ادنى مستويات الرسم البياني. ادنى مستويات الرسم البياني اللي عم نتكلم عليه، خلينا نعمل زوم ان بعد، زوم ان بعد، تمام. ادنى مستويات اليورو دولار هي الشمعه اللي سجلت مستوى ال 112 تقريبا 40، اللي هي هذه الشمعه بالذات، تمام. هذه الشمعه هذا ادنى قاع تم تسجيله من قبل اليورو دولار. هلا اذا بنلاحظ نحن ال 61% ومع انخفاض اليورو دولار لملامسه مستوى ال 112.89، بنكون بالضبط تلامسنا مع قمه هذه الشمعه اللي هي كانت شمعه اذا بدكم ادنى قاع سجله اليورو دولار. فبهي الحاله تثبيت مستوى ال 112.89 مهم جدا لاعاده التفكير بالشراء وبمراكز المراكز اذا بدكم الايجابيه للعمله الاوروبيه الموحده. فهذه هي المستويات اللي رح اكون عم دخل عليها باي ليمت اوردرز، امر معلق بالشراء pending orders، كرمال لنقدر نستفيد من التقلبات على هذه العمله الرئيسيه. 112.89 رح ندخل باي ليمت، باي ليمت اوكي 200 عقد، ما فينا ندخل 200 عقد، بدنا ندخل بنصف عقد. باي ليمت اوردر pending اوردر اوكي، باي ليمت مركز امر معلق بالشراء على مستويات ال 112 خلينا نقول 95، نعطي 5 نقاط مجال، تمام، مع وقف خسارة ستوب لوس تحت اخر قاعي اللي هو 112.50. هذا امر معلق بنصف عقد للشراء، تمام. دخلنا امر معلق لليورو دولار على مستوى ال 112.95 عم تشوفوه امامكم، مع وقف خسارة 112.50، وطبعا تيك بروفيت او تحديد الربح رح نتركه مفتوح الى حد او اذا بدكم الى اشعار اخر، لنرجع نشوف هيكلية الرسم البياني ونحدد اذا بدكم هدف اول لا. هلا الدولار كاد نفس السيناريو اللي كنا تكلمنا فيه، الدولار الكندي كنا تكلمنا عن هذا السيناريو، قلت لكم بكل بساطه انتهينا من خمس موجات انخفاض، من وراء خمس موجات انخفاض توقعنا ثلاث موجات تصحيح بيج اي بي سي، هيدي موجه رقم 1 2 3 4 و5 كنا تكلمنا عليها، قلنا هيدي اول موجه تصحيح ويف اي، ويف بي رح تنخفض بشكل ثلاث موجات ومن ثم ويف سي. فهلا انا في صدد اذا بدكم التفكير بمراكز شراء للدولار كاد، راح ادخل بمركز شراء بعقد واحد باي، عقد واحد للدولار كاد، راح ادخل وقف خساره مستويات. صباح الخير استاذ عمار، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه. راح ادخل وقف خساره للدولار كاد او لمراكز شراء الدولار كاد تحت مستويات ال 76.4%، يعني 131.30 راح ادخل وقف خساره، تمام، ستوب لوس 1.3130، 131.30 عدلنا وقف الخساره اهم شيء. وخلينا نحدد تحديد الربح. تحديد الربح كيف ممكن نتوقع اذا في حال نحن توقعنا عند ثلاث موجات تصحيحيه، يعني توقعنا انه من مستوى ال 130 هيدي اول موجه تصحيحيه ويف اي، هيدي ويف بي المضاده ونتوقع ارتفاع ويف سي. طب كيف ممكن نستهدف ويف سي؟ هل يا ترى ممكن نستهدف مستوى ال 135 134 136؟ كيف ممكن نحدد الاهداف لا طبعا الموجه سي او الموجه الثالثه التصحيحيه؟ باستعمال فيبوناتشي اكسبانشن ولا رساله ريسمنت، نضغط على انسرت فيبوناتشي اكسبانشن، مندخل فيبوناتشي اكسبانشن على اخر قمه، ننزل فيها على القاع على اليسار على القاع على اليمين، ومستوى ال 100% هو المستوى المنتظر للدولار كاد، تمام. هذا مستوى ال 100% اللي هو مستوى ال 134.56، راح ندخل نحن تيك بروفيت وتحديد ربح على مستوى ال 134.40، ما راح نطمع، راح نعطيه 15 نقطه 134.40 مركز الشراء للدولار كاد من هذه المستويات بالذات، تحديد هدف مستوى ال 134.40 مع وقف خساره تقريبا تحت مستوى ال 76.4%. يعني الريسك تو ريورد ريشيو يا جماعه هو وقف خساره هذه المنطقه مقابل الارباح هذا الحجم. اوكي؟
هلا هيدي السكوير او المربع اللي هو الميل تحت هي الريسك او المخاطر لهذا المركز اللي دخلنا فيه، وهلا من ميلة فوق اللي هو المربع الثاني اللي هو باللون الازرق اذا بدكم الضخم او الاضخم، هذا هو التارجت تبعنا. فالريسك تو ريورد ريشيو اكثر من رائع. اذا انا ممكن اعرض حالي للخطر بهذا اذا بدكم يعني بشكل صغير مقابل ارباح ممكن نستفيد منها بشكل كبير، فبتكون اذا بدكم او مركز او فرصه الاستثمار مميزه اللي داخلين فيها. هذا هو الدولار كاد، ونحن اكيدين انه من وراء وصولنا الى مستوى ال 134 40 رح نرجع نعزز مراكز البيع، رح نعزز المراكز البيع، مش هناك رح ارجع ادخل سلمة اوردر على الدولار كاد على مستوى ال 134 40، امر معلق بالبيع، امر معلق بالبيع، سلمة اوردر فاندينج، سلمة اوردر على مستوى ال 134 40، هذا سلمة اوردر مع وقف خسارة 134 90 1.3490. تمام. لكن ليكو السيناريو الرائع اللي دخلنا فيه، دخلنا، وعليكم السلام، اهلا وسهلا فيك استاذنا. لكن دخلنا بمركز شراء من المستويات الحاليه للدولار كاد مع وقف خساره مستوى ال 131 30 مع تحديد ربح 134 40 وامر معلق بالبيع من مستوى ال 134 40 لدخولنا وتعزيز مراكز البيع لبداية موجة هبوط وموجة اندفاعية جديدة لزيارة مستوى ال 130 وحتى أقل. تمام؟ هذا السيناريو بنكون استفدنا بالارتفاع واستفدنا عن جديد بالانخفاض. هذا السيناريو المفترض اللي حابب كنت أعطيكم إياه على الدولار كاد. دخلنا أمر معلق بالشراء لمستوى أو لزوج اليورو دولار على مستويات ال 112 95 مع وقف خسارة 112 50، وطبعا تركنا التيك بروفيت وتحديد الربح مفتوح الى اشعار اخر لا يرجع هيكليه الرسم البياني يعطيني اشارات اخرى. فاصبح عندي مركز مفتوح، امر معلق بالشراء لليورو دولار، امر معلق بالبيع للدولار كاد. جي بي بي يو اس دي عندي اي سيناريو عليه مفترض؟ طبعا اذا توقعنا ارتفاع اليورو دولار من هذه المستويات، يعني ما في شك انه تراجع الاسترليني دولار الى مستويات ال 128، خلينا نقول تقريبا 50 128 30، اصبحت عندي فرص مغريه لدخولي بمراكز شراء وبدايه موجه تصحيح اقله لتثبيت مستوى ال 129 70 ومستوى ال 130 20. تمام، هذا هو المستوى وهذا هو اذا بدكم الارقام المنتظره على استرليني دولار اذا في حال نرجع نفكر بمراكز البيع. فنتوقع هلا انه العملات الرئيسيه ممكن تبتدي بموجه تصحيح بسيطه. طب هل يا ترى الذهب ممكن تصحح حاله ايضا مع العملات الرئيسيه او بالاتجاه المعاكس؟ يعني ما في شك انه نحن اسعار الذهب مراقبين عن كثب بشكل يومي كرمال نشوف شو هي السيناريوهات المفترض عليها. من المتوقع انا برايي الشخصي انه عند انخفاض اسعار الذهب بشكل خمس موجات لملامسه مستوى ال 100 ال 1303، هذه كانت اول موجه تصحيحيه. دخلنا هلا ممكن يكون عندنا اثنين سيناريو، عندنا ويف اي بي سي فلات انتهينا منها لنكفي اتجاه الهابط هلا على المدى الوسط للقصير، وممكن السيناريو المختلف يكون دخلنا بمثلث تمام بهذا الشكل وهلا نرجع ننخفض لزياره مستوى 1303 ومن ثم الارتفاع لزياره مستوى 1313، يعني اي بي سي دي اي، ومن ثم الانخفاض عن جديد لزياره مستوى 1290 1289. فبهيدي الحاله السيناريين اللي عم نتوقعهم على اسعار الذهب لهم اذا بدكم ضغط سلبي على المدى الوسط للقصير، لا طبعا التفكير بمراكز بيع، فلازم نعرض وقف خسارتنا فوق اخر قمه تم تسجيلها عندي اللي هي مستوى 1318. وللاشخاص اللي هن ما بحبوا الريسك او بيحبوا الريسك فري او المخاطر طبعا المدنيه، بهذه الحاله بنكون نحن عم نعرض وقف خساره تقريبا فوق اخر قمه تم تسجيلها عندي اللي هي مستوى 1324. ولكن طبعا لكل شخص يعني بغض النظر عن عرض وقف الخساره بده يحدد هدف له، يعني للشخص اللي داخل بوقف خساره او عارض وقف خساره فوق مستوى 1315 ممكن وقف الخساره قريب جدا 3 دولارات ممكن يتوقع تحديد ربح لمستوى 1300 على سبيل المثال، بينما الاشخاص اللي عارضه وقف خساره فوق مستوى 1324 طبعا الاتجاه الهابط راح يكون اضخم لانه عم ياخذ فرص على المدى الوسط للطويل، ساعتها ممكن يعرض وقف خسارته على راس ماله او على نقطه دخوله ويترك المركز مفتوح الى حين وصول اسعار الذهب لمستوى 1285 وممكن حتى اقل. فطبعا السيناريو السلبي والضغط السلبي على اسعار الذهب
متوقع. هلأ ممكن انه نوصل الى مستويات ال 112.95 ونبتدي بالارتفاع لليورو دولار للعمله الاوروبيه الموحده، ونبتدي بالانخفاض لاسعار الذهب. طبعا ويردي، طبعا ويردي. فبهيدي الحاله اسعار الذهب بطلت ملزمه بانه تمشي بعلاقه ايجابيه بينه وبين العملات الرئيسيه. هلا اهم شيء انه نحن اذا بتلاحظوا مركز شراء الدولار كاد اللي دخلنا فيه، عم ندخل مركز شراء دولار كاد لارتفاعه 200 نقطه ومن ثم او 220 نقطه تحديد الربح 134.40، هلا هو 132.28. داخلين مركز شراء للدولار كاد مع تحديد ربح 134.40، ارتفاع الدولار كاد 200 نقطه ومن ثم امر معلق بالبيع على مستوى 134.40 مع وقف خساره 134.90. يعني نتوقع نحن ارتفاع الدولار كاد ومن ثم الانخفاض. طب اذا في حال نتوقع ارتفاع الدولار كاد، يعني ارتفاع الدولار الامريكي او قوه الدولار الامريكي على الكندي، فبهيدي الحالة بنكون نحن ارتفعنا بالدولار الأمريكي في البداية ومن ثم انخفضنا، بنكون بشكل معاكس انخفضنا باليورو دولار ومن ثم ارتفعنا. عظيم. طب السيناريو تبعنا تمام، يعني نحن مركز أو أمر معلق بالشراء لليورو دولار منطقي جدا. مع ارتفاع الدولار كاد رح يكون اليورو عم ينخفض، ومع انخفاض الدولار كاد رح يكون اليورو عم بيرتفع. بينما العلاقة الإيجابية اللي بينه وبين أسعار الذهب منا أساسية أو مش بالضرورة أن نكون ماشيين فيها بشكل دقيق. هلأ على رسم بين الأربع ساعات أسعار الذهب سجلت لي إشارة سلبية، وبأخذ بعين الاعتبار هذه الشمعة اللي هي شمعة النمط الاحتوائي بكل بساطة عطتني إشارة بيع مع المحافظة على آخر قمة تم تسجيلها لهذه المستويات اللي هي النمط الاحتوائي اللي هي مستوى 1314.78، يعني تقريبا 1315. إذا في حال حفظنا بالتداول تحت هذا المستوى ما في شك أنه راح نبتدي بضغط سلبي لأسعار الذهب بالجلسات القادمة، وطبعا ممكن بجلسة اليوم. خلينا ندخل على الأجندة الاقتصادية نشوف إذا عندي بعض المحرك إذا بدكم للسوق اليوم. اليوم ب 13 فبراير، تمام 13 فبراير قربنا، يعني غدا 14 فبراير عيد العشاء. طبعا بتمنى للجميع ليله رائعه. هلا بالنسبه لنا نحن مهم انه نكون عاملين فلوس كرمال نقدر نشتري بعض الهدايا وبعض الامور، اهم شيء نقدر ندخل مراكز غير شكل بسوق الفوركس. هلا بفبراير 13 جي بي بي يو اس دي على استرليني دولار، عندي سي بي اي اللي هي بعد نص ساعة بعد 32 دقيقة، عندي كور سي بي اي اللي هي طبعا مهمة جدا بالنسبة لاسترليني دولار وتقلبات استرليني. لكن للأشخاص اللي عندهم مراكز بالاسترليني دولار ما في شك انه ممكن يتوقعوا اذا بدكم فولاتيلتي مرتفعة. يورو دولار اندستريال الى اخره، بيلدينج بيرميتس تنتاتيف، تمام. هيدا موضوع جديد، انا ما بعرف اذا الكل عم بيتابع هذا الموضوع، ولكن موضوع التنتاتيف اصبح جديد عندي. يعني انا كنت اعرف انه ممكن يكون عندي خلينا نقول جود تريد بالانس بالدولار الامريكي او البيلدينج بيرميتس على سبيل المثال، ولكن يحددوا لنا اي ساعه ممكن يصدر الخبر، يعني على الساعه 2:30 3:30 4:30 الى اخره. هلا اصبحت الامور تنتاتيف، يعني صاروا بيفاجئونا بالخبر بوقت اذا بدكم بيختاروه هني. فهذا الشيء طبعا ابتدى يعمل لي قلق بالاجنده الاقتصاديه، مشان هيك عم بلتزم بالتحاليل التقنيه بشكل ادق وبشكل اذا بدكم اكثر او تقل اكثر هو على التحاليل التقنيه وليست الاقتصاديه. بغض النظر عندي اخبار مهمه، البيلدينج بيرميتس يعني على الجي بي بي على الدولار الامريكي مهم جدا. سامر انا بشكرك، هابي فالنتاينز للجميع. اوكي هلا نحن بدنا نركز ونعمل فلوس في البدايه قبل ما نرجع نعيد. البيلدينج بيرميتس مهم جدا بالنسبه للدولار الامريكي، عندي الهاوسينج ستارتس جود تريد بالانس، هذه البيانات كلها مهمه جدا للدولار الامريكي. وبغض النظر عن هذا الموضوع، موضوع اخر اللي هو طبعا الكرود اويل انفنتوريز، عندي او البيانات طبعا تابعة على اسعار النفط اللي هي عرض والطلب، يعني زياده المنتوجات طبعا على اسعار النفط والمخزون النفط، هذا الشيء بيؤدي الى يعني خلينا نقول بعض التقلبات الرهيبه على الكرود اويل. على قديما كنا نشوف الكرود اويل يتحرك دولار ودولار ونص على الكرود اويل انفنتوريز، ولكن بتلاحظوا انه كل البيانات اصبح تاثيرها منه بشكل مباشر على العمله الرئيسيه او على السلعه نفسها. فبتلاحظوا انه الكرود اويل انفنتوريز بتحرك النفط 30 و40 نقطه، ولكن ما عندي هالارقام الضخمه اللي عم بتخلي السوق اذا بدكم يهز. طبعا هذه الكلمه، يعني لما نتكلم على يعني تقلبات ضخمه بالسوق بنكون عم نتكلم على
يعني امور ايجابيه وفرص اكثر للمضاربين. المضاربين بهمهم يكون في فولاتيلتي، بهمهم يكون في خطوره، بهمهم السوق يرتفع وينخفض بشكل سريع. اما المستثمر مش فرقانه معه، ممكن يطول باله اسبوع اثنين شهر اثنين ثلاثه لمركز طويل الامد، ولكن كمضارب بهمنا يكون في فولاتيليتي. يعني اذا بنرجع، انا بتذكر كثير منيح اذا بنرجع بالتاريخ لورا وبنشوف، خلينا نقول اسعار الذهب على سبيل المثال على سبيل الاسبوعي والشهري، يعني خلينا ناخذ اذا بدكم مثل لما كان الذهب عم يتداول تقريبا قرب مستويات ال 1000 و 1900 وال 1800. هذه المنطقه كانت مرعبه لاسعار الذهب. هذه المنطقه كنا نتداول بالنهار الواحد 80 و 90 دولار لاسعار الذهب، كنا نشوف شموع يابانيه ضخمه وهيله. فبهيدي الحاله هون نحن كنا نستفيد كثير، كنا ندخل مراكز شراء للذهب على مستوى ال 1500 دولار، نهار اثنين نشوفه 1700 و 1800 دولار، 300 دولار يرتفع الذهب بنهارين او بثلاث ايام. فبهيدي الحاله كنا نستفيد كثير من المضاربه، كنا نستفيد كثير من التحركات بالسوق الصيني اللي هو طبعا السوق الاسيوي. هلا انتم بتعرفوا نحن توقيتنا بالجلوبكس، وبالنسبه للجلوبكس انه نحن بنستفيد من او بنشهد اذا بدكم على افتتاح واغلاق كل الاسواق. الاسواق الاوروبيه الساعه 10 الصبح بتغلق الساعه تقريبا 12، عفوا بتغلق الساعه 7 يعني بعد الظهر المساء، وعن افتتاح السوق الامريكي اللي هو 3:30 و4:30 سوق الاسهم او 5:30 بتوقيت السعوديه، وطبعا بيغلق الساعه 12 بيرتاح ساعه بيجي بيفتتح السوق الساعه 1. فنحن بتوقيتنا وبحكم انه نحن بالميدل ايست او بالشرق الاوسط التوقيت تبعنا اكثر من رائع، بنشهد اذا بدكم افتتاح السوق الاوروبي والامريكي، ولكن السوق الاسيوي هو الوحيد الغامض علينا. هلا بالنسبه لنا بوقتنا الحالي التقلبات بالسوق الاسيوي فقط عم نشهدها على الاسترالي دولار، على الين الياباني بعض الاحيان، وعلى نيوزيلندا الدولار. ولكن قديما كنا نشهد تحركات لاسعار الذهب، كان دوله الصين تدخل بمراكز شراء للذهب، كانت روسيا تدخل بمراكز شراء وبيع، او اذا بدكم خلينا نقول بطانات، بالوفات الطانات للمعدن الاصفر الجولد، اوكي؟ فبهيدي الحاله كنا نشهد تحركات ضخمه جدا لاسعار الذهب اوفر نايت. كان عندي بعض التشنجات على تقريبا مضيق هرمز، وهذا الشيء طبعا بأثر على لانتاج النفط تمام. وايضا كنا اذا بدكم نشوف بعض التقلبات وبعض التحركات على اسعار النفط اوفر نايت، وبالنسبه ل خلينا نقول التحركات اللي عم نشهدها مع افتتاح فجوات سعريه على اسعار النفط ايضا والدولار كاد. فهول الامور كنا نقدر نستفيد منهم بشكل يومي، ان كان على اسعار النفط على الدولار كاد وعلى اسعار الذهب. هلا بالنسبه لنا كنا حللنا بعض الازواج الرئيسيه، دخلنا بمراكز استثمار لاسعار الدولار كاد، امر يعني طبعا امر معلق بالشراء وبالبيع للدولار كاد. ممكن اسالكم بس سؤال جاوبوني اذا في حال الصوت كان واضح، هل يا ترى الصوت واضح بالنسبه لهذه الجلسه او في بعض الاشكالات طبعا بالنسبه للبرودكاست؟ ممكن بس حدا منكم يقول لنا اذا كل شيء تمام. لكن بالنسبه للعملات الرئيسيه طبعا اذا حابين نمر على معظم الازواج والعملات الرئيسيه الاخرى، خلينا نقول مثل الدولار السويس، كثير عم لاحظ انه عندي بعض الاخبار او بعض خلينا نقول المستثمرين والمضاربين عم بيختاروا الدولار السويس او الفرنك كرمال ليتداولوا. بكل بساطه كنت حذرتهم انا من الارتفاع خلينا نقول وتكمله الاتجاه الصاعد للدولار السويس لزياره خلينا نقول الفلاش كراش اللي تم تسجيله عندي، واخر قمه تم تسجيلها عندي من قبل الدولار السويسي اللي هي قرب مستويات 100.99. وطبعا كنا شاهدنا بعض الارتفاعات اذا بدكم وملامسه او قربنا لهذا المستوى اللي هو كنا حابين طبعا نتلامس معه بكل بساطه. فهلا موجه ارتداديه بسيطه عم نشهدها على الدولار السويسي ممكن كفي فيها اتجاه الصاعد لملامسه واختراق هذا المستوى، اوكي، مع انخفاض طبعا باليورو دولار. استسامر بقول الصوت في تقطيع عنده، طبعا ممكن حدا يعطينا اذا بدكم يعني كمان يقلنا اذا الصوت واضح عنده ولا لا. هذا بالنسبة للدولار سويس. كنت حابب مر ايضا على المؤشرات الامريكية، عم تلاحظوا ارتفاع ضخم للمؤشرات الامريكية، عم تلاحظوا اليو اس اندسز، خلينا نقول الداو جونز وبعض اذا بدكم الاس بي 500 ارتفاع ضخم وتسجيل مستوى ال 125500، ونتوقع تكملة اتجاه الصاعد على المدى الوسط للطويل طبعا لتسجيل قمم جديده واختراق هذه القمم اللي هي مستويات ال 26800 وحتى ال 27000.
انا بتشكر وجودكم ودعمكم لنا بشكل يومي ومتابعتكم لنا بشكل يومي على صفحه تكمل عربيه على فيسبوك. ما تنسوا تزورونا على مدونه تكمل اللي عم نعمل فيها ابلود لمعظم الاخبار والبيانات الاقتصاديه، لنتكلم شوي على التشنجات العالميه اللي عم تحصل بين الدول الكبرى ان كان على النفط او على الذهب او على العملات الرئيسيه. كان معكم محلل التقني جزاف ظهري من شركه تكمل مباشره، الى اللقاء.